في هذا الوقت من كل عام ينشر القصر الملكي صورة لأفراد العائلة الملكية البريطانية لإرسال تهاني عيد الميلاد، ولكن صورة هذا العام استوقفت الكثيرين ولفها الغموض وسط تساؤلات حول فشل بالفوتوشوب أو تعديل الصورة. مشاهدينا، سأشرح لكم ما أقصده بالضبط. هذه هي صورة العام بالأبيض والأسود. هذا الأمير ويليام طبعاً ولي العهد وزوجته الأميرة كيت وابنتهما شارلوت وولي العهد جورج وشقيقه لوي، تمعنوا بها جيداً. هذا الجزء من الصورة يظهر يد لوي التي يضعها على الكرسي، ولكن المغردين لاحظوا أن كفه به 4 أصابع فقط، فالإصبع الأوسط غير موجود. ليس هذا فحسب، إنما أيضا بدأ البعض بإحصاء عدد الأرجل في الصورة، فوجدوا أن أحد رجلي ويليام وكيت غير موجودتين، هذه رجل لكيت وهنا رجل لويليام، بينما لا تظهر الرجل الأخرى. وهناك المزيد، هنا يظهر فراغ خلف الكرسي، ما أثار تساؤلات حول النصف السفلي للأمير ويليام. كل هذه الملاحظات علق عليها المغردون. هنا على منصة إكس تقول سكاي كيتي: انسى أمر رباط الحذاء المفقود، فأنا قلقة أكثر بشأن فقدان لوي لإصبعه. أما جوليا فأيضا أو جولي فقالت: على الرغم من أنها صورة عائلية جميلة، إلا أنني بمجرد أن نظرت إليها لاحظت يد لوي، إنه يفتقد إصبعا، هذا جعلني أتطلع عن كثب، تبدو ساقه اليمنى منتفخة، أين فخذ ويليام؟ أين قدم كيت الأخرى؟ أما ويبدو أنها أرفقت هذه التغريدة بالصورة وقد وضعت دائرة حمراء على كل النقاط التي ذكرتها. أيضا مستر بال يقول: الأمة تبحث عن الإصبع المفقود للأمير الصغير لوي، تعاني صورة عيد الميلاد الخاصة بأسرة ويلز من فشل كبير في التعديل. مشاهدينا، تعليقا على الجدل، تحدث مصدر ملكي لصحيفة الميل البريطانية مؤكدا أن الأمر ليس فوتوشوب، وقال إن لوي يبدو كما لو أنه ثنى إصبعه. أما بالنسبة لويليام وكيت، فمن الممكن أن ساق ويليام اليسرى كانت مخبأة خلف شارلوت هنا، وكانت كيت واقفة بقدم واحدة أمام الأخرى هكذا يعني. على كل حال مشاهدينا، العائلة الملكية بخير ويحتفلون بأعياد الميلاد. هنا يظهر وصول الأمير ويليام وأسرته إلى كنيسة ويستمنستر في العاصمة البريطانية لندن لحضور قداس الترانيم الذي تستقبله الأميرة كيت للعام 3 على التوالي، ويحمل اسمها معا في عيد الميلاد. مشاهدينا، ما رأيكم بتلك الصورة؟ هل فعلا يلفها الغموض أم أنها مجرد تعديل غير ناجح في الفوتوشوب أم أنها طبيعية؟ شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندينج. سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها.